إذن هذه عود إلى أثينا، من هناك معنا الدبلوماسي الأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي. سعادة السفير، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرابطة. أهلا بك سعادة السفير. يعني مع تواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد وأيضا بقية المحافظات الوسطى والجنوبية، لكن نلاحظ أن القوات الحكومية تواصل آلة القتل والخطف وأيضا الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، لكن هنا في هذا المفصل تحديدا، هل تعتقد أن الحل الأمني نجح من قبل في تظاهرات البصرة حتى ينجح الآن في ظل اشتعال أغلب مدن العراق؟ لا أعتقد أن استخدام القوة المفرطة أو استخدام السلاح بوجه المتظاهرين هو الحل الأسلم. بالتأكيد عندما تكون التظاهرات ضعيفة قليلة، عدد المشاركين لا يشكلون أي نسبة من الشعب، أما عندما تكون المظاهرات يشترك بها جميع قطاعات الشعب ومن أقصى الجنوب إلى بغداد، أكثر من 8 محافظات تشترك في هذه التظاهرات وفي هذه الثورة، ووصلت إلى مئات الآلاف في التجمعات وإلى الملايين في بغداد. هذه لا يمكن أن تحل من خلال استخدام العنف المفرط أو استخدام القوة بوجه هذه التظاهرات. طيب سعادة السفير، يعني هناك تطور كبير في موضوع حراك متظاهري محافظة البصرة، وذلك بعد قطعهم اليوم الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وبالتالي أيضا ميناء خور الزبير. كيف تقيم أداء المتظاهرين ومدى فاعليته في حراك الثورة؟ أنا أعتقد عندما تستخدم هذه السلطات هذه القوة المفرطة يجب على المتظاهرين أن يصعدون من اعتصاماتهم من تظاهراتهم. نعم هي سلمية ولا زالت هي سلمية، ولكن السلمية ممكن أن تستخدم قطع الطرق، وممكن أن تستخدم قطع المواصلات، وممكن أن تستخدم قطع الإمدادات التي ممكن أن تدين زخم الحكومة أو السلطة أو هذه. عندما تقطع هذه الإمدادات بالتأكيد سيكون تأثيرها كبير على الحكومة وعلى القوات الأمنية وعلى الميليشيات المتحالفة معها. السفير، موضوع إغلاق الموانئ، هل برأيكم يمكن أن تنصاع الحكومة لمطالب المتظاهرين وبالتالي ترحل في ظل معركة تكسير العظام كما وصفها المحللون؟ الحقيقة نحن لا نملك موانئ كبيرة وإنما منفذ بحري واحد. نعم. هذا المنفذ للأسف هو فيه الكثير مما يهم المواطنين ومما نتيجة السياسة التدمير، الاقتصاد، الصناعة، التجارة، الزراعة، كل شيء أصبح العراق معتمد على قطاع الاستيراد بشكل كامل. ولذلك عندما يغلق مثل هذا الميناء بالتأكيد تأثيره راح يكون كبير على السلطة، ولكن بنفس الوقت هم ربما أن يكون تأثيره على قطاعات كبيرة من الشعب إذا كانت هناك ما يتعلق منها بالمواد الغذائية. إذن يجب أن يكون هناك فرز ما بين استخدام هذا النوع من القطع أو منع العمل في هذه الموانئ. سعادة السفير، اللجنة المنظمة لثورة تشرين طبعا رفضت قرارات حكومة بغداد جملة وتفصيلا، وأيضا وصفت هذه القرارات بالفاشلة. كيف تابعتم قرارات الحكومة ربما تكون ترقيعية أكثر من ما هي محاولات ناجعة لكي يعود المتظاهرون إلى بيوتهم؟ لا يمكن لسلطة تواجه من يحمل راية أو علم وصدره مكشوف بالسلاح الحي أن تقدم أي حل إلى هؤلاء الثوار. أنا باعتقادي هم أجبروا على توقيع مثل هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة تسويفية، وكل القرارات الآن الموجودة سواء كانت في البرلمان أو في الحكومة هي قرارات ارتجالية وتسويفية، وبدليل أن لا زالوا استقبالاتهم ولا زالوا تحركاتهم فيما بينهم، وكأنما يتصرفون أنهم هم لا زالوا هم
حكام العراق اليوم وغدا وبعد غد وخلال السنوات القادمة. هذه الأحزاب ذكروا الجميع لحد الآن لم تلتقي أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية أو عراقية بأي من الثوار وطرحت إمكانية التفاوض مع هذه السلطة. إذن هذه السلطة هي غير شرعية بالنسبة للشعب، غير شرعية بالنسبة للثوار، قراراتها كلها غير سليمة. لو ناقشنا موضوع تدويل قضية التظاهرات في العراق، يعني الأمم المتحدة على سبيل المثال للحصر دانت انتهاك الحكومة لحرية الرأي في العراق، سعة السفير هل من مصلحة المتظاهرين تدويل القضية أكثر؟ ولو أنا عشت حياتي في كثير من الأحيان في العمل الدبلوماسي، نعم. للأسف الأمم المتحدة كانت وما زالت منذ تأسيسها ولحد الآن لم تقدم حلول ناجحة إلى الشعوب، كانت دائما تقع تحت تأثير القوى الكبرى، سواء قد ما كانت أيام الاتحاد القطبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، أو بعد أن سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد التسعينات على قرارات الأمم المتحدة وبدأت توجهها، وأصبح الأمين العام يعني يعبر عن قلقه، وهذا القلق سواء كان في العراق أيام الحصار وبعد الحصار أو خلال السنوات بعد الاحتلال، للأسف الأمم المتحدة دورها، ولكن هذا لا يعني أنه لا نعمل على تدويل قضية المظاهرات من خلال التحرك على المجتمع الدولي، على المنظمات الدولية، على الاتحاد الأوروبي، على دول كثيرة ممكن أن تقف إلى جانب شعب العراق. للأسف الحكومات العربية والأنظمة العربية، الجامعة هذه العربية تركها، ولكن للأسف الحكومات العربية والأنظمة العربية وحتى القوى العربية الفاعلة على الساحة لم نرى منها أي موقف إيجابي لحد هذه اللحظة. على ذكر التعويل سعادة السفير، أنتم تفضلتم في ذلك لا يمكن التعويل على المواقف الدولية وحتى على مواقف الولايات المتحدة، لكن ما رأيكم بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يعني أكد أن واشنطن ستفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين في العراق، هل فعلا الولايات المتحدة جادة بفرض هذه العقوبات؟ نتمنى أي جهة من الجهات أيا كانت سواء دولية أو أمريكية أو عربية أن تستطيع أن تفرض عقوبات على من قام بالأعمال الإجرامية ومن سرق أموال العراق ومن دمر العراق منذ العام 2003 ولحد الآن، نتمنى ذلك، ولكن لحد الآن لم نرى، كلها وعود. منذ استلام ترامب في الأشهر الأولى قال أنه هو سيعمل على تصليح الأمور اللي حصلت في العراق، نعم. واعتبر أنه أيام أوباما كانت أيام سيئة في العراق، ولذلك الإدارة الأمريكية ستعمل على إصلاح ما خربته الإدارة السابقة، ولكن للأسف لم نرى أي من هذه التصريحات. عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لكم.